دابا جاي فاص صعيب من بديش الطريق الصباح والبرد برد الضي وخا الهبوط ما كتحسش بالهبوط صليت الجامعة ليش فرق الدوار اللي بت فيه البارح صراحة الناس تم الله عمرها ضع واخا الناس عندهم كيخافوا بزاف العيالات الكبار واكشاري اكشاري تما هو المعتقدات ديالها كيخافوا مني يسحبوني انا غنقتل لهم الدراري وغنخطف لهم الدراري الصغار ولكن هادشي قالوا لي الدراري ياك بيناتنا الدراري اللي كنا حاج دراري تما الله عمرها ضع ربيت شاد معاهم هضره اللي بال العيالات كيوصيو الدراري كيقولوا لهم عندكم هذاك راه غيقتلكم غادي يخطفكم الدراري تبارك الله الدراري المعتقدات ديال الاعدادي الدراري فاهمين يعني ولاد الوقت عارفين شنو فيه حتى هما كيضحكوا حتى هما على الامور هذا هو البلان يعني نعذروهم انا بحال هاد الامور هادو يعني كيجوني عادي يعني اي واحد دخل المحيط ديالك كيبقى يبان لك براني يعني واخا ما شنو شحال يبقى معاك يبقى يبان لك براني وما ياخذوا هذا الخوف هذا من واحد الوقت كانوا كياخذوا كيشفروا الدراري الصغار وكانت الخونه تمايا كانوا كيشفروا لهم الحبوب تاع ارغان وداك الشيء وبقاو دوك الافكار كتوارث جيل ورا جيل بقى شي 55 كيلومتر تقريبا تيرودانت راهي طريق مودرن خليتها ورايا صراحه عاده باش تشوف الطريق هذا الكودرون هذا الريح ضدك واحد الريح قاصح والطريق عامره يعني بنادم كيجي ان شي يردك يدوبل ونفاس معاك يعني انت موت ندخل دابا مع هاد البيستا كيدخل واحد الدواور هنا لقدام يمكن على حساب ما قال لي السيد قال لي ما طريق حدا هاد الدواور هنا المهم شوفوا اليوم فين الباشو عاد غدا ان شاء الله نشوف شنو ندير صباح الخير كنتمنى كلشي يكون بخير هو كيتفرج في الفيديو هذا البارح كنت جاي مع الطريق الناسيونال في العشيه بقات لي تقريبا 50 كيلومتر على المدينه ديال تيرودانت وتيرودانت ما بغيت نمشي لها دابا هنايا صافي وانا نشوف واحد لابيس دخلتني هنا دخلت تقريبا نمشي 2 كيلومتر هكاك كاين هنا هاد لابيس هادي كتخرجك بين واحد جوج دواور هنا وسميتو ما بغيتش نكمل تمايا حيت الطريق حد هاتم ما غاديش تخرجني من ليه صافي وجيت البارح ما درت العشاء لا والو جيت درت الخيمه نعست دابا يلا غناكل دابا من البارح صيفط لي واحد اومليط قضيت الخبز البارح من هنايا صافي هذا مكان البلان هو هذا نفطروا دابا ان شاء الله ونشوفوا غنزيد شويه لقدام على الطريق الناسيونال هي ماشي غير طريق غير كودرون عاديه حيت الطريق الناسيونال رقم 10 بقات من ليه وغنزيد شويه لقدام وغادي ندخل مع واحد لابيست هنايا تخرج لي بحال غادي الاغرم الطريق اللي كتدخل لك لتيرودانت من الجهه ديال اللور دابا خرجنا من الجبال دابا يا كاين غير البلا والمناظر هنايا داكشي فلاحي صافي هذا هو البلان كاين فيلاج في الجهه هادي وكاين فيلاج هنا في الجهه وهذه هي الطريق اللي جيت منها هي هادي راه خارجه حتى لتحت كاين فواحد الكودرون تمايا جيت البارح من هنا قطعت هاد الواد هذا هبطت البيكارا من هنايا صافي طلعتها وجيت حطيتها هنا خليت الطريق كودرون اللي هي هادي هادي دابا غادا حتى لتيرودانت ودخلت ريحت هنايا ندير لي واحد الغدا كنعمر دابا في اتاي عندي الطون عندي الخبز كلشي عندي هنايا ومريحين هنا تحت من الشجر ديال الارغان صراحه هاد الارغان هذا سبحان الله العظيم فيه واحد الشوك واحد الشوك خطير دقيت لي واحد الشوك دابا في رجلي دخلت لي من السبر ديالها من تحت يلا حيد تاعتي وعتاد وشو دابا العرش ديالو كامل فيه واحد الشوكه هنايا ها هي شوكه كتكون خارجه نيشان مباشره
غتلقاوها في كاع العراس كاملين، كتلقى الشوكايين الاولى خارجه وعاد خارجين مع بزاف ديال الشوك. وهذا الله يستر، هذا الى ما رديتش بالك ما يقدر يتوشي لك وجهك ولا عينك ولا هذا، صعيب بزاف. ما كنتش كتشوفوا راه جميع العراس ديالو كاملين خارجين بشوكات بحال هكا، والشوكه ديالو سبحان الله العظيم شو كيدير مجهده. دابا هذه الله يستر، هذه اللي دخلت لك في رجلك كامل، هذه راه خاصك عمليه، يعني راه ما ساهلاش. الله يلا قبيله دخلت لي بحال هذه، دخلت لي في رجلي. ربي كالا خليتها تمايا صراحه. الطريق ديال الكودرون البرد فاس، الطريق ماشي رئيسي يعني فيها مضيق وفيها الحديد بزاف، وصراحه ما عجبتنيش يعني المرض طلب الصحه، ولكن ماشي مشكل. دابا صابرت ندخل لواحد الفيلاج نسيت على السميه ديالو، ومن تما غادي نعوج في الطريق ديال اغرن واغرم، بقاو هكا من الفوق باش نخرجوا الطريق الكبيره اللي كتدخل تايل تشارودانت من الجهه الاخرى. هذا هو البلان، غادي بشويه بشويه صالح البرد، واخا اللي هبوط البرد ما كيخليكش كاع تمشي مرتاح. خليت ورايا الطريق اللي كدير للجارودانت تقريبا ما بقاش 40 كيلومتر، دخلت مع الطريق هادي. الطريق هادي كدير لإغرن وأرغن، غندخل معاها نعمر دابا هي المفشي بلاصة ونشوف اش بلاصة باش فيها. السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وكيتفرج في الفيديو هذا. البارح دخلت لهاد المنطقه ديال تيوت اللي قبل من تيرودان تقريبا شي 40 كيلومتر هكاك. صراحه دخلت البارح في الليل كيبان لي والو، نلقى هاد البلاصه هادي، نلقى هاد البلاصه هادي واعره الصراحه، هنايا وسط الجبال ديال الاركان. صافي نحط الخيمه ديالي، حطيتها في هذه البلاصه هذه، نيت هنايا وعجبتني البلاصه الصراحه، غنضرب فيها هنايا شي يومين هكاك، بلاصه زوينه وحدايا تلمى الماء منين دايز الليل كامل، وكنسمع فخارير المياه دايز من هنايا. راه هو الشوك هنايا كاين الشوك بزاف، يعني خاصك تحضي فين كتحط رجلك حتى الشوك ديال الاركان صعيب بزاف. بحال دابا هذه ما فيهاش الشوك، كاين شي بعض العيبات كيدخل لك الشوك في رجلك واخا تكون لابس برديله اكيد يدخل لك كيتوشي لك الدم ديالك من الداخل. وهنا الدنيا راه واعره تبارك الله، هنايا واحد الطبيعه راه ما يمكنش، الهدوء الكالم، الجو زوين، والمحدايا كل شيء عندي الحمد لله. والفيلاج هو غير قريب، غير هنا تقريبا شي جوج كيلومتر هكاك، يعني ندوزو ان شاء الله زوينه والحمد لله. تيقرب ان شاء الله الوقت وغنمشيو ان شاء الله لتيرودانت، كاين واحد الملتقى تمايا نتلاقاو فيه مع الحباب ونبارطاجي معكم ان شاء الله اليوميات ديال تما. الفطور ديال اليوم عندنا البيض بالزيتون، وعندنا القهوه اللي خاصنا ما نفرطوش فيها، قهوة ضرورية الصراحة. من بديت هاد الرحلة هادي وانا يعني البلاصة كنبات فيها الغد ليه كنمشي، واليوم ان شاء الله اول مرة غادي نريح نيت نرتاح ونتحس بديك الراحة ديال الطريق، حيت الطريق 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 ما خصوصا هاد اليومين هادي فاش خرجت من دوك الدواور هكاك، خرجت للطريق الكبيره الصراحه مرض ديال بصح مع الكودرون والريح فاس، واحد الريح راه ما صورت لكم البارح هاد البلاصه هادي كي كان فيها الريح،
واحد الريح بزاف والحديد الناس كيدوبلوك يعني مباشره. واحد واخا عنده الحق يدوبل، عنده الخط متفرق متقطع، كيجيه هكا يرموك كيجيو لك حتى دابا غادي واحد المنظر راه ما صورتوش، جوج درميك هكا واحد غادي في لالين ديالو وواحد مضوبلو بحال هكا قدامي بحال هكا، ما لقيتش من ندير فهمتي. وانا نخرج وقفت بكره وانا نخرج قلت لي راه بزاف هادشي هذا واحد المنظر راه ما يمكنش والله العظيم، بنادم كيتسابق. وانا ما عنديش مع القدرون وما عنديش مع هكا المقا غادي مع الحديد، كنتسابق مع الحديد حيت ما يمكنش الطوموبيل غادي بواحد السرعه وانت غادي بواحد السرعه اللي عمركم غادي تتفقوا عليها. دابا من طريق القدرون الصغيره اللي كنت غادي معها قطعت البارح واحد البلاصه من واحد البيس وخرجت في هذا القدرون هذا حتى هو اللي بين اغرم وتارودان صافي. ودخلت لهذه المنطقه هذه اللي سميتها تيوج، حتى انا غادي نريح فيها تستريح مزيان عاد نكمل طريقنا. اليوم غتعيشوا معايا اليوم الروتين اليومي. وانت راه فما عفاتي كيمشي وكانت فما عفاتي كيمشي بحال دابا هادي كتدخل لك مع الصنداره العادات من العادات هاد الماء هذا قال جاي اللي كيكون غالي صالح تشرب منه يعني ما عندك ما نشرب. بارك الله الدنيا هنا شبعانه ما منين ما طلقيت مع هذا الماء بحال هكا راهي البلاصه اللي قدام المخيم عليه. هاد البلاصه هادي راه كيجيو ليها دابا اليوم مع الحد كيجيو ليها اليوم العائلات زوينه الدنيا هنا. الجبال عامره بالاشجار ديال الارقان سبحان الله العظيم. الارقان موجود عندنا الشجر ديالو. دابا غادي نمشي نطلع للحانوت. واو الشوك هنايا محني الله يتمحني الشوك. غنمشي نطلع دابا للحانوت نتقدى ليا تقدي ديال واحد النهار ولا يومين حيت باقي مريح انا هنايا و نشوفو البلان كيفاش صار. عجبني البلان هنا اكتشفوا الدنيا هنا بشويه بشويه. هنا يا الكرم هذا ليمون وقيله هذا الناس كيجيو يريحوا هنا الصباح من الصباح ما الطوموبيلات كيجيو